يهمنا قوي او اكتر استخداما قوي الانر جوين والاوتر جوين، دول من اكثر انواع الجوين استخداما اساسا. خلاص، يعني هو الانر جوين يساوي الايكوي جوين، هما الاثنين واحد وبنفس النتيجه، بس ده سينتاكس حديث، ده سينتاكس قديم. الايكوي جوين ده الربط اللي هو تحس ان انت كده ما فيش جمله، ما فيش حاجه جديده، انا جبت من كذا جدول بس خدت هي بس الكومه اللي بعد فروم وهنا شروط، وبتعمل ميسنج كتيره جدا من الناس اللي هي بتبقى مش يعني مش 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 قدام في الموضوع. ليه؟ هو ده شرط ده ولا بتجيب من اكتر من جدول ده ولا مش عارف ايه؟ بالذات كمان لما يكون اسماء الحقول مش متشابهه وعامل كده كانها جمله عاديه، بس هي في الحقيقه مش جمله عاديه، ده جمله ربط. فجت بعد كده التحديث قال لك لا احنا كده غلط، احنا المفروض جمله الجوين تبقى واضحه ان في حته بتخص الجوين كده، تبقى واضح ان انت بتعمل جوين، غير الوير دي بتاعت الكونديشنز دي بتاعت الشروط، تبقى الشروط في حته ثانيه عشان ما يحصلش معانا ايه لبسه في الموضوع. تقول ماشي عايز تعمل ايه يعني؟ قول لي يعني مثلا المثال اللي قبل ده اللي كان عادي، ايوه ده اللي هو كان عباره عن ربط عادي، هات اسم المنتج وهات اسم الفئه والسعر من الجدولين دول، ده الشكل اللي احنا كنا عاملينه بيه كايكوي ايه؟ كايكوي جوين. فعملوا سينتاكس جديد لينا الانر جوين. قال لك ازاي بقى؟ قال لك انت قلت البرودكتس بي صح؟ قلت له اي. انا ما قلتش كوم. قلت له امال قول ايه؟ قال لي اكتب انر جوين اكنه ربط داخلي، بس مقصود بقى مش داخلي، ربط مقصود بقى ربط معمول اصلا. شيء كنا عاملين ربط اصلا اساسي ما بين الكاتيجوري والبرودكتس، كان في علاقه كده، كان في علاقه كده ان كل فئه فيها اكتر من منتج والمنتج يخص فئه واحده، اللي هي كان اسمها وان تو مين. خلاص، بقول له انر جوين يعني في ربط اساسي داخلي ما بينهم اصلا هما الاثنين. وبعدين لازم اقول له الحقول ايه هي؟ قال لي بعد كده تقول لي اون، يعني الربط موجود على ايه بقى؟ تقول ان البي دوت برودكت اي دي بتساوي السي دوت كاتيجوري اي دي، تقفل كده. يبقى بدل لما كنا بنحط الشرط بتاعنا في وير بدانا نحطه في ايه؟ نحطه بعد الفروم على طول، يعني من جدول ده وده اللي ليهم علاقه بالشكل ده. بقى التعريف كله الديفينيشن كله موجود بعد فروم. الديفينيشن كله موجود بعد مين؟ بعد فروم على طول. ايه الميزه؟ قال لك ولا حاجه، بس الميزه كلها ان انا لو انا جيت بعد كده عايز احط شروط عاديه ممكن اقول وير لما يكون احط شروط عادي، فبقى عندي بقى الشروط موجود مكانها صح، والجوين والتيبلز موجود مكانها في الفروم، والسيلكت بفعل فيلدز، فالعمليه مرتبه اكتر. فيفضل انك تعتاد، مع اننا احنا من الناس اللي مش قادرين نعتاد. خلاص، المفروض تعتاد على شكل الانر جوين مش على شكل مين؟ الايكوي جوين. فكده ممكن تقول مثلا وير ان اليونت برايس اكبر من 30 مثلا، لكن لو انت كنت عايز تعمل الشرط دوت فوق على الجمله العاديه اللي هي الانر اللي هي الايكوي جوين كنت هتضطر تقول اند، صح ولا ايه؟ كنت هتضطر تقول هنا اند ان الايه اليونت برايس اكبر من 30، فكان هيبقى في هنا ايه؟ في كونفيوجن هنا ان عندي وير كاتيجوري اي دي بيساوي كاتيجوري اي دي اند البراي، فالشروط دخلت في الربط وهما الاثنين في مكان واحد في الجمله. فكتحديثا قالوا لا، نعمل حاجه اسمها انر جوين بسيطه، الحقل ده مع الجدول ده مع الجدول ده، اون الحقل ده مع الحقل ده اللي هو مفتاح خارجي بيساوي مفتاح رئيسي، وحط الشروط في مكان بتاع الشروط لوحدها. لو جينا جربنا كده وعملنا اكزكيوت، جاب لي عادي جدا البيانات من الجدولين، وجاب 24 كولوم 24 روز طبقا طبعا للشرط اللي انت ايه؟ اللي انت حاطه. لكن لو شلت الشرط المفروض يجيب لك ال 77، عملنا كده اكزكيوت جاب لي مين؟ جاب لي ال 77. وكانت مسافه انر جوين اون واللي بعده، مسافه انر جوين اون واللي بعده. خلاص كده؟ ولو في الايكو جوين اند كذا بيساوي كذا، اند كذا بيساوي كذا. خلاص كده؟ طيب كلام جميل، ده الانر جوين. جميل جدا. وانا ممكن اربط بناء على اكثر من صف هنا واكثر من صف هنا، يعني ممكن اقول اون شرط. يبقى كده خلاص انت بتقول ده ممكن تحط تحت في الشروط في الوير. اما ده لازم يكون فورين كي ايكوال برايمري كي او العكس.
بعد الحين افضل الفورين بعد ده. لو ايه زميلنا بيقول سؤال جميل، بيقول افترضنا ان انا عندي مفتاحين هنا بيساوي مفتاحين هنا، خلاص يعني ايه يعني ان هو مش برايمري كي بقى عادي، لا ده برايمري كومبوزيت كي. انا عندي كومبوزيت كي يعني عندي مفتاح رئيسي عباره عن حاجتين مع بعض، عمودين مع بعض، تو كولومز هم عباره عن برايمري كي واحد. هتعمل لنا ازاي؟ الاون بي دوت كاتيجوري اي دي بتساوي سي دوت كاتيجوري اي دي سبيس اند كذا بتساوي كذا. الحقل الثاني بيساوي الحقل الثاني، بيساوي مفتاح رئيسي. هو مش الحقلين على بعض هم كده مع بعض البرايمري كي. فانا دلوقتي خدت يعتبر اللي انا فهمته ان انا خدت نصه هو ده. هو ده فكره كومبوزيت كي، لان كومبوزيت كي بحقيقته كومبوزيت كي بحقيقته بمعنى ان الكولوم الاولاني ممكن يتكرر والكولوم الثاني ممكن يتكرر، بس الاثنين مع بعض ما يتكرروش، اللي هي اندنج اللي هتحصل في النص. فانت قلت لازم يكون اللي هنا زي اللي هنا واللي هنا زي هنا وتربط على كده. ايوه حط اند ما بينه، يعني قول لي ثانيه دي لما يكون عايز اربط الجدول الثالث والرابع والخامس والسادس مع بعض. لكن هيكون الشرطين ما بين القوسين واحد. ها اسئله ثاني. معنى ان انا اربط ما بين جدولين كده ويجيب لي 77 رو وانا عارف ان انا عندي 77 رو موجودين في جدول البرودكت، يعني هم جابوا 77 ومعناها وجاب لي برضه في النتيجه انا 77، معناها ان كل منتج من المنتجات اللي عندي ليه فئه معينه هناك. حد لاحظ دي؟ كل منتج عندي ليه فئه محدده، يعني مفيش منتج عندي ملوش فئه محدده. طب تعالى نبص على بصه كده يعني عشان ناكد على المعلومه دي، عشان المعلومه دي از فيري امبورتنت. لو انا جيت فتحت جدول برودكت، دي المنتجات اللي عندي ماشي، فتحتها للتعديل دي 77 تضرب 78 قلت له 8 ايه ده في ايه؟ هو هتلاقيه عامل اوتو نمبر ماشي. تيست برودكت سبلاي رقم 12 عاملينها داتا بيز ريد اونلي، عشان كده مش مسموح لك ان انت تبدا يعني دي ايه تعدل البيانات اللي عندك. على العموم اللي انا كنت عايز اوصل له ان لو في منتج عندي مش ليه فئه معينه كان ايه اللي هيحصل؟ ما كانش هيظهر. طب لو في فئه وما فيهاش منتجات برضه مش هيظهر. هو بيظهر هنا بيظهر برضه بالايكوي جوين، يعتبر هو ايكوي جوين اساسا بس السنتكس اختلف، فلازم يكون هنا بيساوي هنا. لكن لو اللي هنا على الشمال مش موجود اصلا في العلمين ما ينفعش، طب اللي على اليمين مش موجود اصلا في على الشمال برضه ما ينفعش، خلاص. فكل اي حاجه موجوده في الجدول على اليمين مش موجوده في على الشمال او جدول على الشمال مش موجوده في اليمين ما بتظهرش خالص، فبيظهر اللي يكون هنا وهنا في نفس الوقت. يعني انا عملت مثلا ضايف تيست ده بس فتح لي جدول ده للتعديل عادي صح؟ وعدلت عادي. فزودت ايه تيست هنا في البرودكتس بقى عندي 9 برودكتس. 9 كاتيجوري يا اسطى. لو جيت قمت عامل الاكزكيوت كده كده ال 77 برضه ما زادوش مع اني زودت ايه؟ زودت فئه. ما طلعتش لان ملهاش منتجات، ان ملهاش ايه؟ ملهاش منتجات. طيب. نيجي بقى بعد ما شرحنا الانر جوين وشفنا ان هو يماثل الايكو جوين
تعال نشرح الاوتر جوين ومتعلق بالحته اللي انا عملت فيها ستريس على فكره ان البيانات اللي على الزياده اللي موجوده على اليمين مش هتطلع واللي موجوده برده على الشمال مش هت ايه مش هتطلع. طب افترضنا انا عايز اطلعها يعني ايه مثلا، هات لي كل المنتجات اللي عندنا حتى اللي ملهاش فئات او حتى اللي ما اتباعتش او حتى اللي ملهاش سبلاير. فهمتوا الفكره؟ يعني لو انا عندي كده المنتجات، لو جيت بصيت على جدول المنتجات البرودكتس المنتج السايب اهو التست برو اهو صح؟ هو تقريبا لما نزل قبل اسمه وانت نازل على السطر على الرول اللي بعديه فما خلاص خد الرول ان هو ضاف. لما جيت اعدي قال لي اديت مش مسموح تقريبا ده اللي حصل. المهم في عندي منتج اهو وتست برو ما بيظهرش اصلا في النتيجه، وعندي فئه الناحيه الثانيه برضه ما بتظهرش في الايه؟ في النتيجه. فليكن بيقول لك ايه، طب انا عايز تعرض لي منتج كل المنتجات اللي عندنا حتى المنتجات اللي مالهاش فئات يعني مش متصنفه، حتى المنتجات اللي عندنا بنبيعها وما بنصنفهاش برضه تظهر، برضه تظهر. اعمل ايه؟ اشتغل بحاجه اسمها اوتر جوين. يعني ايه اوتر؟ خارج. اوتر يعني اوتر يعني خارج، عايز يقول خارج حدود اصلا الجوين، خارج حدود الربط، خارج حدود الايه؟ الربط. كل هتعمله نعم خارج اللي هو من هنا وما هو ده بيجوز بايكوال، لكن هنا بيكون ساوي هنا وهنا بيكون بتساوي ايه؟ ففي بدل انر جوين هنكتب حاجه اسمها اوتر جوين، حاجات خارجه، اطراف مش ظاهره في الربط العادي او الربط الداخلي. لما يكون عندي مثلا اقول لك عندي الاقسام والموظفين الديبارتمنتس والامبلويز، فجيت قمت قاعد على ديبارتمنت معين ما فيهوش لسه موظفين، لسه عاملينه بس لسه ما ضفناش فيه موظفين، او في موظف عندنا شغال بس مش محدد ليه قسم معين. تحصل مصر مفيش اقسام اصلا خلاص ما علينا. لكن وليكن انا عايز دلوقتي اجيب كل الموظفين اللي عندي، هيطلع لك كل الموظفين اللي ليهم ايه؟ انا قلت انا عايز اطلع اسم الموظف وقدامه اسم القسم بتاعه، ما ده بجدول وده بجدول، تعمل جوين هتلاقي ان كل موظف قدامه القسم بتاعه بيتكتب. طب والموظف اللي ملوش قسم ما بيظهرش، طب القسم الجديد لسه ما حطيناش فيه موظف برضه ما بيظهرش، لان هنا علاقه تساوي لازم يكون هنا زي هنا. افترضنا قال لك لا هات لي كل الموظفين واسم القسم بتاعها حتى الناس اللي ملهاش قسم معين تظهر برضه. خد اللقطه خدها من المهم. طيب ماشي، يعني مثلا في المثال اللي قدامنا دوت لو نفترض ان احنا عايزين كل المنتجات حتى اللي ملهاش فئات اللي هو المنتج اسمه تيست برو يطلع، في جدول عندي على الشمال اللي هو البرودكتس، في جدول عندي على اليمين اللي هو الكاتيجوري. هو مش كلمه على فكره الاوتر في ثلاث انواع، حاجه اسمها ليفت اوتر جوين، حاجه اسمها رايت اوتر جوين، حاجه اسمها فول اوتر جوين. هاجي نقطه مايل له ايه؟ البرودكتس على الشمال صح، انا عايز اطلع كل المنتجات حتى اللي ملهاش ايه؟ ملهاش فئات. فالبرودكت على الشمال فاقول له ليفت اوتر جوين، ونفس الجمله زي ما هي بتاعت الانر جوين عادي. اللي حصل بقى اكني بقول له اعمل لي جوين عادي وهات لي كمان المنتجات حتى لو ما كانتش متربطه مع الكاتيجوري. فكلمه ليفت هنا تعني اكنك تقول له هات لي كل المنتجات حتى هات لي كل الجنب الليفت وربطوا لي مع العالمين، بس هات لي كل الجنب الليفت. فلو جينا نجرب كده نعمل اكزكيوت قبل المره دي كام؟ 78. لو نزلنا شفنا المنتج ده هنلاقي ان التست برو وقدامه الكاتيجوري نيم بتاعته ايه؟ فاضيه والنت برايس محطوط خلاص، لكن الفئه جت ايه؟ فاضيه، لكن الفئه جت ايه؟ فجابها حتى لو ما لهاش مقابل الناحيه الثانيه في الجدول الثاني يجيبها بره، عشان يسموها اوتر لان هي خارجه بره نطاق الربط ما بين الجدولين. لو عامل ورق ايه؟ كاتيجور معين يعني السي فود مثلا. فانا دلوقتي عايز اطلع السي فود واللي مش معايا من هناك. هجيب كل التيبل برضه البرودكت، هجيب كل البرودكتس برضه. لا مش فاهم ايه اللي جاب السي فود في الموضوع؟ شارت. انت لو زودت شارت هنا وقلت وير مثلا
وير ان الكاتيجوري مثلا مثلا يعني الكاتيجوري نيم او تجري نيم ماسي ماشي قلت سي فود انت كده خربت الدنيا ليه هيربطوا كل حاجه بس بتوع سي فود بس فطبيعي الاوتر جوني هنا يبقى مش فعال لان انت شارط ان لازم يكون متابع الفئه في سي فود فهمت الفكره فلو جينا جربنا كده ما جابش غير مين 12 بس اللي هم كلهم من نفس الفئه سي فود بس انت اللي قلت كده لكن هجيب لك المعنى اللي انت قلته كمان شويه اسمع بقى الحته اللي جايه ممكن تفيدك يعني ممكن يعني الشرط تفيدك ولا حاجه لو انت عملت بقى بدل ليفت عملت رايت فبقى معناها ايه بقى الرايت هات كل الفئات حتى لو ما كانش جواها منتجات احنا عندنا واحده كده على فكره عندنا واحده اسمها تيست تيست صح لو جينا جربنا كده طلع لي كله طبعا مكرب من غير السي فود دي طلع لي كله بما فيهم المنتج بما فيهم الفئه اللي ما فيهاش اي منتج وطبعا ما لهاش اي سعر طبعا يعني السعر ده اصلا خاص بمين خاص بالبرودكت مش موجود والاسم المنتج خاص بالبرودكت مش موجود صح كده لو احنا اطلقنا العنان وسيبنا دي كده كمان اوير الكاتيجوري نيم بتساوي سي فود فانه قلت له ايه هات كله ولس بس لازم يكون في اسم الفئه برده يكون سي فود خلاص هو ربط نفسه بالشرط هو عمل جوني عاد بس هو ربط نفسه بالشرط والرايت والاوتر الرايت والايه والليفت اوتر مش نافعين ليه لان هم عايزين يجيبوا حاجات مش ليها فئه لكن لو انت جيت قلت مثلا شرط كده يعني ان البرودكت نيم يكون لايك سي وبعد كده اي حاجه مش خدنا لايك سي وبعد كده اي حاجه من الهكول اكسكيوت طلع لي هنا ليه كل المنتجات اللي فيها حرف السي وبعدها اي كلام من الكلام والفئات بتاعتها فالفئات اتغيرت طبعا حظك برضه انه مش هيشتغل معاك رايت ليه لان تيست مفيش حاجه بتبدا بالسي لكن لو كان موجود كان هيطلع بس مش تبقى اوتر اصلا مش تبقى اوتر اساسا ده الكلام ده لو انت عامل ايه لو عامل ليفت انت قلت عايز لايك ايه انا عايز لايك سي تي بس يا ابني تي ده على البرودكت نيم لكن انت بتتكلم على انت عايز بقى تتكلم على كاتيجوري هي المشكله ان دول ما لهمش قيم معكوسه ما لهمش قيم على اليمين او على الشمال لكن احنا ممكن نقول مثلا ايه كده في الاساس من غير شرط هو بيجيب لي كل المنتجات صح فلو انت جيت بصيت احنا كان عندنا المنتج بتاعك كان اسمه ايه تيست برو طيب ده تيست برو بقى لو عملنا تي هتطلع ويطلع قدامه فاضي يعني لو جينا جربنا كده كان اسمه ايه؟ تي كابيتال صح هو بيجيب الرايت اوتر اللي هم في الكاتيجوري حتى لو ما لهمش برودكت احنا مش عايزين كده عايزين كل البرودكت صح؟ خلي الجمله زي ما هي قلت له خليه ليفت يعني هات كل البرودكتس حتى لو ما كانش ليه منتجات ويكون بيبدا بالتي لو جينا جربنا كده طلعنا اهو المنتج طلع فده حسب لوجيك الشرط حسب المنطق بتاع الشرط نفسه انت حاطه لو انت حاطط شرط متعلق بنفس الرابطه مش هيعمل حاجه خلاص النوع الاخير بقى اللي هو بقى ولا ليفت ولا جزر خلاص ولا ليفت ولا رايت اسمه فول اسمه ايه الفول بقى هيبقى عامل زي فول اوتر جوين فول اوتر جوين كل حاجه في الكاتيجوري مش مرتبطه بالبرودكت او كل حاجه في البرودكت ومش مرتبطه بالكاتيجوري تطلع بره اللي مرتبط هيطلع واللي مش مرتبط هيطلع خلاص
كله هيطلع عينه. اكزكيوت جاب لي كام؟ 79. ما هم كان اصلا كانوا كام؟ 78 منتج فيهم واحد اصلا مالوش فئه. وكان في كاتيجوري كمان ما فيهاش ايه منتجات، فحسب دي برو حسب دي بايه جروب كده يكون جاب الايه او اخر حاجتين. طبعا جاب لك المنتج اللي مالوش كاتيجوري وجاب لك الكاتيجوري اللي ملهاش منتج. كنت متوقع يعني السؤال اصل برضه مستغرب محدش سال السؤال ده ليه. طب عايز اللي هنا ومش موجود هنا واللي هنا مش موجود هنا بس ومش عايز الباقي كله ينفع؟ فكر فيها. قلنا ايه؟ لازم يكون برودكت نيم از نال او الكاتيجوري نيم از نال. فجاب لي بقى في الحاله دي مين؟ اللي المنتجات اللي ملهاش فئات والفئات اللي ملهاش ايه منتجات. منهم اللي هنا عملنا كده دلوقتي. لا 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 لسه في حاجه ثانيه اسمها سيتس. هي بقى اللي هي الانترسكت التقاطع واليونيون والجاي يعني ما تقلقش خلاص موجود يعني. بصوا معايا في حاجة اسمها هنا في الموظفين رقم الموظف اسم الموظف مش عارف ايه 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 التايتل خلاص شوية بيانات والسيتي والريجن مش عارف ايه. حاجة اسمها ريبورتس 2. يعني ايه ريبورتس 2؟ يعني مين اللي بيبقى مسؤول عنه او زي مين مديره كده خلاص كده. طيب فالمفروض رقم 2 ورقم 5 دول هتلاقيهم كلهم انت تلاحظ كلهم اغلبيتهم رقم 2 وفي 2 بس رقم 5 صح. يعني من الاخر المفروض ان كل دول اللي بيديرهم اصلا هو فولر ده وفي الخمسة حاجة ستيفن ماشي. ده اسمه عجيب يعني. الناس دي مش انجليزي الناس دي خلاص. طيب ستيفن وعندنا ايه فولر اندرو دي اندرو ماشي. طيب حلو احنا عايزين نجيب بقى ايه نربط ما بينهم على اساس ان هم جدولين بس هم في حاجه جدول واحد. هو ساعات نعتبره جدول المديرين وهم في اتنين مديرين بس وساعات نعتبره جدول الموظفين وفي الاخر هم الاثنين موظفين بقلب الدماغ خلاص سواء كان هو يعني مدير او ما كانش مدير وفي الاخر ما هو موظف. عشان كده احنا حطيناهم في الجدول واحد ليه؟ لان هم في جدول واحد ليه؟ لان هم في الحقيقه بيانات واحده بيانات ايه واحده. وزودت حقي بس مين مين هو اللي بيدي التقارير عن مين خلاص كده بس مش اكتر من كده او مين بيدير مين. فانا عايز اعمل شيء ما واربط الاثنين مع بعض هم واحد. لازم الاول اعتبرهم اثنين. ما سيلف يعني سيلف جونيور يعني اربط مع نفسه هو ربط مع نفسه من جدول. وعلى فكره دي بتبقى اسمها ريكيرجن ريليشن شيبس. اسمها ريكيرجن ريليشن شيب يعني علاقه مرجعيه يعني العلاقه بتبقى من الجدول الى نفسه. دي حاجه كده المفروض كنت خدتوها يعني في الاناليسيس بتاع الاي ار والحاجات دي كلها. ريكيرجن ريليشن شيب اللي هي علاقه من جدول لنفسه ودي موجوده كتير يعني مش ما بتجيش كتير لا بتيجي مش كتير بس بتيجي يعني زي موظف ومدير زي سوبرفايز بالظبط كده. طيب تعال نشوف المثال هنا. هو ده يعتبر سوبرفايز ريبورت ستو يعتبر سوبرفايز. لو جينا بصينا اللي هو يعني مشرف عليه او كده يعني. لو جيت قلت عشان اعرف الجمله دي فهو قايل كده سيلكت first name حد شيء ايه التايتل وجنب التايتل ثواني عليا جنب التايتل الزق اللي جنب الفيرست نيم
خلاص كوما. نعم هيدين دقيقة يعني خلاص التايتل وجنب التايتل الفيرست نيم وجنب الفيرست نيم هو تايتل اه خلاص بقى يعني مش شايف بصراحة. طيب والسيتي مثلا كفاية مش عايزين نطول دول بس. بس انا يهمني اللي يهمني بعد السيتي ان انا عايز اعرف الريبورتس 2 ده بس مش عايز اطلع رقم عايز اطلع اسمه. فهمتوا انا قصدي ايه؟ عايز اقول ده المشرف بتاعه هو رقم 2 مش هو رقم 2 المشرف بتاعه ستيفن مثلا. فاهمين الفكره؟ عايز اصلحها اسما خلاص فواقف انا كده عطلان. طبيعي لو جيت قلت فروم اقول فروم مين؟ بليز اللي انا ممكن ادلعه امب واحد خلاص خلاص كده كوما وجدول الامبليز اللي انا ادلعه امب 2 اه بس مره في منه نسخه كانها كده كده كانه في كانهم جدولين جدول الاول امب 1 والجدول الثاني امب 2 وده هيجي من امب 1 دوت تايتل وده هيجي من امب 1 دوت الفيرست نيم وده هيجي من امب 1 دوت السيتي كوما قلت له بعدين عايز اطلع بقى نفس الكلام ده اللي هو ال عشان نميز بس هشيل التايتل من الاولاني ماشي عشان يبقى طالع اسم الموظف والبلد بتاعته بعد كده عايز اطلع بقى التايتل وجنب التايتل اسم الايه بس التايتل يجي من الجدول الثاني والفيرست نيم تيجي من الجدول الثاني يبقى الفيرست نيم بتاعت مين بتاعت المدير انا معتقد كده ان الام بي 2 دول انا معتبرهم هم المانجرز او ممكن اسميها كده ام ان جي يبقى انا ايه ام ان جي اللي هم المانجرز ام ان جي المانجر المانجرز والام ده دلع لمين؟ للموظفين صح كده؟ يبقى انا عملت نسخه من الامبلويز مره دلعتها امبلويز ومره دلعتها مره دلعتها ام كموظف ومره دلعتها مانج كمدير لكنهم جدولين منفصلين تماما خلاص كده؟ وجاي قال وير واقول بقى وير الايه؟ ان المانج دوت امبلوي اي دي لازم يكون بيساوي الامب دوت امبلوي لا المانج دوت ريبورتس تو وده الفورن كي يكون بيساوي الامب دوت امبلوي اي دي ده البرايمري كي صح كده ولازم يكون الرقم بتاع الريبورتس ده رقم 2 يبقى لازم يكون موجود هنا في الجدول الثاني عشان اطلع النتيجه لو جيت جربت الاكزامبل ده الجملة دي غلط ولا ايه؟ اسمع تايتل بس؟ ماشي لو جيت عملت اكزكيوت طلع لي خلاص طلع لي الموظف ومدينته قدامه مين؟ اسم المشرف بتاعه بس اعتقد ان دي مش مظبوطه دي مش مظبوطه على فكره المفروض العكس انا عكست انا عكست لاحظ بص احنا كنا ملاحظين حاجه الريبورتس 2 كانوا 2 رقم 2 ورقم 5 صح الاحظ ان الموظفين طلعوا عندي كام واحد 2 وهنا نتغيره قلت يبقى انا قلبت في الشرط يبقى انا قلبت في الايه قلبت في الشرط بتاعي لو كنت عدلت الشرط يعني كنت اقول مانج دوت في اي دي الامب دوت ريبورتس 2 لو جيت عملت كده طلعت صح فكده اهو بقى نانسي
وادي الناس بقى ده تقريبا رقم اتنين اهو صح، وستيفن هو كان موجود مرتين او ثلاث مرات فعلا. على اساس ان هي ثمان مرات بس. اه بالظبط كده خلاص، لانه هنعتبر ان ده مفتاح خارجي جوه المانج اللي هو الجدول الوهمي اللي احنا عملناه، فاعتبرناه ان هو الفورين كي بتاعه. وصلناه مع الايه؟ الريبورت سو اللي هو بتاع المديرين اصلا، ارقام المديرين ذات نفسهم. ما زلنا في نفس القضيه بتاعه الاوتر جوين والانر جوين، لو في موظف ملوش مدير مش هيظهر. تلاحظوا حاجه كمان، احنا انا اعتقد ان ما كانش عندنا غير رقم 2 ما جاش غير مره، رقم 5 ما جاش غير مرتين. فاكرين؟ انا فاكر رقم 5 جاش غير مرتين، رقم 2 جه في الباقي كله. طب تلاحظ ان رقم 2 جه في كله اه، لكن رقم 5 جه ايه؟ ثلاث مرات صح؟ طيب طب ثواني طب نرجع نبص على البنات عشان نبقى متاكدين بس عشان ما نتخانقش معاهم في الاخر يطلع الراجل ايه مظبوط. اهو كم واحده؟ 5؟ لا 3 بقى، الراجل مظلوم بصراحه. طب هما كم موظف؟ 9. طب احنا جالنا كم موظف؟ جه 8، يعني في واحد هو اللي ما فيش بعديه يا عم ولا قبليه، لازم يكون خانق كل الناس اللي تحتيه ما طلعش. انا عملت السيلف جوين بالشكل الايكوي خلاص، لكن مازال ممكن اعمله بالانر، يعني ممكن اقول له انر بدل الكوم اقول له انر جوين، وبدل وير دي بحط كلمه ايه؟ اون، وكده يبقى اعتبر اشتغلت ايه؟ اشتغلت كانر جوين عادي، بس هو في الاساس من الباطن هو سيلف ايه؟ سيلف جوين. لو انت عملت كده رن بيشتغل عادي جدا، وفي نفس الوقت ممكن اخليه سيلف جوين مع اوتر، يعني ممكن له هات لي كمان كل الموظفين حتى لو ما كانش ليهم مديرين. اللي انا اقول له بقى كل الموظفين حتى ما كانش ليهم مديرين، اقول له لا دول انت عايز على اليمين حتى مش موجود على الشمال صح؟ لا انا عايز موظف، يبقى اقول له ليفت اوتر جوين مع الايه؟ مع المانجر. لو جيت عملت كده دوست هتلاقي مين؟ هتلاقي ان هو اعتبره مره موظف بس مالوش ايه؟ مدير وجيه. تعرف دي؟ ايوه بس هتجيب ده منين؟ هتجيب اسم التاني ده منين؟ اسم التاني ده هتجيبه منين؟ هي المشكله كلها اللي في الاسم التاني ده هجيبه منين؟ وهو يعتبر جدول تاني. تقول لي ده هو انا عارف، وعشان كده سميناه سيلف جوين. فهمت الفكره؟ بس ايه دي المشكله؟ كان هيطلع رقم بس، كنا هنطلع رقم بس، ما كناش عارفين نجيب الاسم بتاعه، فاضطرينا نفترض ان الجدول ده منه كوبي تاني عشان ناخد الرقم ونربطه مع الجدول الوهمي اللي احنا مفترضينه فيطلع لي الاسم. خلاص ده السيلف اوتر. السيلف السيلف برضه محتاج منك برضه تدريب جامد. ايه؟ صعب. بص ابدا صعب، وعلى فكره سهل جدا ومش محتاج منك تدريب خالص. خلاص هو ايه فكرته يعني غير ان انت عملت الجدول مره نسخه ومره تانية نسخه تانية بس ولا تعصر ولا تنشف. انت بص اسمعني كويس جدا، اي جدول في مفتاح خارجي مرتبط مع نفس المفتاح الرئيسي خلاص عايز تجيب بياناتهم ما بينهم وبعدين على طول من غير انت مغمض عينيك من غير ما تفكر هتقوم عامل على طول كده الجدول وتسميه اسم كوما والجدول وسميه اسم تاني وين وتقوم رابط رابط مفتاح خارجي ومفتاح مع المفتاح الرئيسي ورن هتلاقي النتيجه طلعت معاك. لو لقيتها عكست معاك هتقلب هتقلب الشيطان عملت معاها كده وخلاص. انا اصلا ذات نفسي ما فكرتش فيها، هكدب بقول فكرت فيها. هي معروفه السيلف جوين، ما هي حاله واحده فاهمين، هي حاله واحده مش محتاجه منك تشتيت، حاله واحده ان المفتاح الخارجي في نفس الجدول اللي فيه المفتاح الرئيسي فبقوا معاه على طول ولا مغمض على طول، اما اعتبر ان هما جدولين خلاص واربط ما بينهم على طول ما طلعتش النتيجه المرجوه وما ايه قلب الشرط على طول النتيجه على طول، ولا تشغل بالك ولا تفكر ولا دماغك دي بتكلفه ما تفكرش. لا مش متكيفه هو الطبيعي دايما بيبقى مفتاح خارجي بيساوي مفتاح رئيسي، بس هي بتفرق ما تفرقش في كله، هي بتفرق في ده بس خلاص. ليه بقى؟ لان هو مش عارف انت عايز انت مدلعه مره مانجر مدلعه مره ايه؟ تفرق معاك؟ اه تفرق،
هل انت عايز الموظف بيحصل اللبس ليه؟ ان هم كلهم موظفين، فانت عايز تعتبر ده اللي هو ده ولا عايز تعتبر ده اللي هو ده؟ هما الاثنين في الاخر بدي بصهم هما الاثنين رقم واحد اللي هو رقم الموظف، اقول لك اه. فبتجربها عشان ممكن يكون هو معتبر هما كلهم هو. لا هو خد بالك كل انواع، هو كل انواع الجوين اصلا كارتيزيان برودكت اساسا، بس مش عايز اخش في المجال ده عشان ما نفتحش يعني ايه قصه نقاشيه فقط غير مش عمليه مش براكتيكال، واحنا مركزين في الشغل بتاعنا على البراكتيكال كده. يبقى احنا قلنا مجموعه جميله لذيذه من الايه من طب الناس بس طالبه مني ان هي بس عشان الفيديو اللي طار مش هشرح كله تاني وطرف دول في الاني والاول والاكزيست، وشرحنا فيهم السب كويري والكورليتد كوين، وطالبين مني بس الاكزيست بس باقي في النام بس قول لي الاكزيست خلاص. فقلنا فكره السب كويري يا شباب ان عندنا جملتين جوه بعض خلاص، يجي سؤال يقول لي بسرعه كده هات لي، هقول نفس المثال عشان بس يبقى مسجل، هات لي مثلا هات لي كل المنتجات اللي سعرها شبه السعر بتاع المنتج كذا خلاص كده. فلو جينا بصينا على مثلا البرودكتس فيقول لي مثلا هات لي كل المنتجات اللي سعر الوحده بتاعتها بيساوي نفس سعر الوحده بتاعت تشانج. فلو انت اصلا السؤال بتاعك في الطبيعه بتاعك عشان شايفين تشانج ده 19 فالعمليه سهله، لكن ممكن يكونش قدامك البيانات اصلا. انت المفروض تقول ايه؟ كنت المفروض تقول كده سيلكت هات كله فروم البرودكتس وير ان اليونت برايس ها ايه بتساوي 19. الكلام ده لو كنت تعرف ان هي كام؟ ان هي في الاساس 19 خلاص، ان هي في الاساس 19. لو عملت اكسكيوت طلع لي دول، لكن انا ما اعرفش ان هي 19. هو السؤال ما جاليش كده، السؤال قال لي هات لي كل بيانات المنتجات اللي سعر الوحده بتاعتها بيساوي نفس سعر الوحده بتاعت تشانج. فاصلا الرقم 19 ده لو انا عايز اجيبه فممكن اعمل له استعلام. لو انت جيت بصيت على جنب كده على جنب بعيد عن اللي فوق اقول سيلكت اليونت برايس فروم برودكتس وير ان البرودكت نيم لما يكون الاسم بيساوي تشانج. لو جيت رنيت الاستعلام ده كده لوحده جاب لي 19 تقول ايوه هي دي القضيه بتاعت السب كويري، ان هو في الاساس مش استعلام واحد، هو في الاساس يعني الاستعلام مجزأ جزئين، جزء بيجيب لك السعر بتاع المنتج كذا وجزء تاني بيجيب لك بقيه المنتجات اللي سعرها زي سعر المنتج كذا خلاص. فاتفقنا ان دي اسمها سب كويري، وممكن انا ادمج الجمله ديت كده خلاص واقول بدل ال 19 بدل كلمه 19 الثابته تبقى كده، يبقى انا اكني عملتها دايناميك، قلت اكني قلت ايه ان اليونت برايس بتساوي اللي هيطلع من دي هتشتغل هترجع لي 19، يبقى اكني قلت سيلكت اس فروم برودكت وير اليونت برايس بتساوي 19. ده فكره السب كويري ببساطه خلاص. فكره السب كويري حظنا طبعا ما جابتش غير نفس النتيجه، جابت مش حظنا طبعا ده اساسي جابت نفس النتيجه، بس الاولانيه كنا احنا عارفين ان هو رقم 19، لكن المره دي احنا بنتكلم عن احنا مش عارفين. فطبعا جاب لي نفس الايه؟ يعني نفس النتيجه، لان الناتج الداخلي دوت جاب لي 19 وسلم اللي بره 19 فجاب نفس النتيجه بتاعت الكويت. وده كان اللي بيرجع قيمه واحده، قلنا بعد كده ممكن يكون بيرجع عمود، وقلنا ممكن نستخدم فيه عمود من البيانات كولوم يعني، وده ممكن نستخدم فيه ان، وقلنا ممكن نستخدم اكبر من او اصغر من او يساوي او لا يساوي، الكلام ده كله اكبر من اني او اقل من اول او الكلام ده كله اول واني خلاص. وفي الاخر قلنا واحده بس اللي انتوا عايزين تاكدوا عليها، اللي هي لما يكون اللي جوه بيجيب سجلات واللي بره بيجيب سجلات، عرفنا اللي هو بيرجع فاليو واحده، اللي بيرجع كولومز او ليست اوف فاليوز، واللي بيرجع
تيبل او ريزرت ست كامله. كانت الناس عايزاني اراجع بس على حكايه الريزرت ست كامله. قلنا سيلكت استرسك فروم برودكتس وير اكزيست. اكزيست فين؟ اكزيست في دول. بس طبعا هقول نقطه ما ينفعش اقول حق لواحد، لو قلت حق لواحد بقى ما بقتش اصلا بترجع ريزلت ست، لكن قلت سيلكت استرس فالجمله الداخليه بترجع ريزلت ست. هات لي كل المنتجات لما تكون موجوده في، واعمل اي جمله ثانيه. في ايه مثلا؟ عملنا ايه ساعتها بالسبلاير؟ سبلاير عملنا كلها سبلاير. قلت له هات كل السبلايرز لما تكون موجوده في سيلكت اسك فروم برودكت وين البرودكت كانت وير ان السبلاير. احنا ممكن ندلع السبلاير، قلنا ممكن ندلعه اس، ممكن نسمع ندلع البرودكت بي واقول له هنا وير ان الاس دوت سبلاير اي دي لازم تكون بتساوي البرودكت دوت سبلاير اي دي. قلنا دي معناها ايه؟ قلنا هو مش هيجيب من هنا الا لما يكون مرتبط باللي موجود تحت. فيجي يقول لك هات كل المنتجات لما يكون رقم السبلاير اي دي موجود في البرودكت لازم يكون موجود في الايه؟ في السبلاير فوق. فلو انت مزود في السبلاير فوق مثلا اي شرط اخر يبقى يجيب لك كل المنتجات الخاصه بيه هو، او في شروط جوه هنا على المنتجات فيطلع لك السبلاير بالنسبه للشروط الموجوده جوه البرودكت. يعني مثلا يعني اند هزود في شروط شرط اند ان اليونت ان ستوك خلاص اكبر من 10 بقى كده ايه؟ كده في شرط ان هو جوه المنتجات اصلا طبيعي، مش كل المنتجات، ده المنتجات اللي هي في المخزن عندها اكثر من 10 بس. يبقى مفيش سبلاير هيطلع لي الا لما يكون مديني منتجات واكثر من 10 وحدات عندي منهم في المخزن. وممكن ازود برضو شرط بره نقول اند الكانتري تساوي فرنسا. فكده بقى ايه؟ كل يعني لازم يبقى كل المنتجات داخليا، المنتجات ذات نفسها تكون الوحدات بتاعتها اكتر من 10، وفي نفس الوقت تكون الموردين من فرنسا. وفي الحاله دي بس السبلايرز تطلع، لو ما كانتش موجوده ما تطلعش. كانت موجوده ما ايه؟ ما تطلعش. قلت اكزيست اكزكيوت فجاب لي زي ما احنا شايفين اولا كلهم من فرنسا فعلا. اليونت ان ستوك مش هنشوفها طبعا هنا، لكن احنا متاكدين. لو مش متاكد نروح يعني رقم 18 27 28 موردين لمنتجات عدت الوحدات اللي عندي منها ال 10 جوه المخزن، والا ما كانش ايه؟ مش قد كده. نظر سريع بس كده مراجعه في الاخر على السب كويري وانواعه والاكزيست عشان بدل الفيديو اللي راح. طب ما نلاقيش بقى ايه بديل.